السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا متابعينا الكرام متابعين قناة وسام متعنية من الخياطة. النهاردة معانا الفيديو رقم 2 أو الجزء رقم 2 من طريقة عمل البطرون الأساسي. احنا عملنا بطرون الصدر أو الأمام، عملنا فيه بنسة الجنب، وعملنا فيه بنسة الوسط وجيل الكم، وقلنا ازاي بنحسبه نزول الكتف وشوية حسابات كتير كده عملناها. هنعمل النهاردة بإذن الله الجزء رقم 2 أو الفيديو رقم 2 من بطرون الظهر، تمام كده؟ الفرق بين بطرون الصدر وبين بطرون الظهر او بطرون الخلف والامام فروقات بسيطة جدا، منها طول الامام هنا لحد هنا خط الوسط بيكون اكبر من طول الظهر لحد خط الوسط ب2 سنتي. يعني انا هقيس كده اقل من الامام 2 سنتي. ممكن ان انا دلوقتي اقص على المقاسات اللي معايا، وممكن استخدم البطرون اللي انا قصيت عليه. فاحنا هنسهل المواضيع وهنقص على البطرون اللي معانا. اول حاجه هعملها هقيس طول الامام بالشكل ده كده، من النقطه ديت لحد هنا انا عندي 38. طبعا نسيت اقول لكم ان احنا لازم نعمل زاويه قائمه عشان نشتغل من خلالها، لان الخط ده مهم. اول حاجه هعملها هاخد الطول معايا ناقص 2 سم، يعني ده 38، انا هاخد طول الظهر 36، ودي طبيعة الجسم، تمام؟ وهبتدي اخد خط اعمل علامة بالشكل ده كده وهعلي، تمام؟ طيب نفس الفرق او نفس المسافة اللي انا خدتها او قستها من خط الوسط لحد خط الهنش هي نفسها اللي انا هاخدها هنا. يبقى هنا من هنا من خط الوسط لخط اللي هنا الهنش عندي في البطرون الامامي او في بطرون الصدر 17 سنتي، هاخد هنا 17 سنتي وهعلي، تمام؟ وده تاني خط معانا هناخده، تمام كده؟ طيب هقيس المسافه بقى اللي باقيه ديت، عندي 7.5، هاخد هنا 7.5 وعلي بنفس الطريقة كده بالظبط. نفس اللي عملناه في البطرون الأمامي هنعمله في الخلفي. هنيجي بعد كده هنشوف حردة الرقبة أو دوران الرقبة. هحط البطرون بالشكل ده كده، هي طبعا كانت معانا 8 سنتي وهعلم، ولو قستها هتطلع برضو معايا 8 سنتي 8 سنتي، تمام؟ طيب واخد بعد كده خط الكتف، كان عندي او عرض الكتف كان عندي 38، قسمناه على الاثنين ادينا 19، يبقى هقيس 19 سنتي وهاخد علامه، تمام كده؟ طيب نزول الكتف لو فاكرين احنا قلنا بنحسبه ازاي، اللي هي المسافه ديت، اللي هي المسافه ديت بنحسبها ازاي؟ قلنا كان ليها طريقتين. الطريقه الاولى ان انا بقيس محيط الوسط اخده واقسمه على اثنين ونص محيط الوسط اقسمه على 10، وقلنا الطريقه دي ما بتنفعش في بعض الحالات عشان خاطر لو حد عنده كرش او بطن كبيره فالمقاس مش هيبقى مظبوط. فاسهل طريقه ليها ان انا اقيس من نقطه الالتقاء ديت لحد خط الوسط النزول ده كده واقسمه على 10 كده. انا هنزل هنا كده 3 سنتي و8 من 10 او 8 مللي وهحطه، وهبتدي اوصل خط الكتف، تمام؟ طيب انا عايز اعمل الحرده الخلفيه للرقبه لدوران الرقبه، احنا قسنا هنا 8. طيب هي بتبقى قد ايه؟ اسهل طريقه ممكن نشتغل بيها ان انا بقسم المسافه دي على 2، اللي هو نزول الكتف ده بقسمه على 2، تمام؟ يعني تقريبا 2 سنتي الا حاجه احنا هنعملها 2 سنتي. هنزل 2 سنتي واحط علامه، وهنزل منها 2 سنتي واحط علامه، وهوصل النقطتين ببعض بالشكل ده كده خط خفيف، وهوصل كده وابتدي اعمل الدوران بتاعي بالشكل ده كده، تمام كده. بالنسبه للجزئيه اللي فوق نيجي بقى لموضوع الجيرو. في الامام احنا عملنا الجيرو ده، خدنا عرض الكتف قسمناه على 2 كان النص 19، قلنا ناقص 1 سنتي
فنزلنا 18 سنتي وخدنا خط. في الخلف او في الظهر احنا ال 18 سنتي هنزود عليها 2 سنتي، يعني الجزء الخلفي او الظهر بيبقى الجيرو بتاعه اكبر من الامام لتحت، او نزول الجيرو بتاعه في اكبر من الامام ب 2 سنتي. تمام؟ في اكتر من طريقه لحساب نزول الجيرو او لعمل الجيرو ده، في طرق كتير جدا بتتوقف على نوع الموديل ونوع الخامه المستخدمه ونوع القماش اللي احنا هنستخدمه. كل موديل وله نزول جيرو مختلف، يعني الموديل اللي معانا النهارده او البترول الاساسي النهارده اللي فيه بنس ده بيكون مجسم، بيكون ضيق، فما ينفعش الجيرو بتاعه يكون كبير، ما ينفعش يبقى فيه زياده تحت الباك كده، ملهاش لازمه بتبوظ معانا الشغل. طيب يبقى انا عندي نص عرض الكتف 19 سنتي بالشكل ده كده، ماشي، هزود عليها 1 سنتي اللي هي 2 سنتي فرق الامام عن الخلف، وهعمل علامه، يبقى هاخد 20 سنتي كده بالشكل ده كده، واحط علامه، وهاجي اخد خط كده، وبعد كده هقيس ال 19 بتاعتي اللي هي بتاع عرض الكتف مع الخط ده كده، واحط علامه، وابتدي اوصل النقطتين دول ببعض بالشكل ده كده. خلاص كده، كده انا حددت مكان الجيرو. في فرق بقى في الجيرو هنا ما بين الامام والخلف. قلنا اول فرق ان الجيرو الخلفي بيبقى اكبر من الامامي ب 2 سم، يعني بنزل 2 سم زياده. الحاجه الثانيه انا دخلت في الامامي هنا 1.5 سم عشان اعمق الحفره بتاع الجيرو او الحفر بتاع الجيرو او الدوران بتاع الجيرو. في الخلف انا هدخل سنتي واحد، مش 1.5، ممكن سنتي الا ربع مثلا، يعني مش كتير، بدخل حاجه بسيطه جدا بالشكل ده كده، ارسمه وارجع لكم. طبعا انا ما عنديش المسطره بتاع الكيرف دوت، فعملتها بايدي يعني، بس هنظبطها واحنا بنقص ان شاء الله، وهبتدي اظبط الدورانات دي كده، وابتدي اخد ضرب الخط ده كده عشان الصوره تبقى واضحه مع حضراتكم احنا ماشيين ازاي بالشكل ده كده. وسامحونا احنا بنحاول نستخدم الامكانيات اللي موجودة معانا او المتاحة بنشتغل بيها على قد ما بنقدر نوصل معلومة يعني بالشكل ده كده. هاخد الخط بتاعي اللي انا عايزه، تمام كده. كده انا عملت جيرو، عملت نزول الكتف، عملت دوران الرقبة الخلفي، حددت خط الوسط، خط الهنش بالطول اللي انا عايزه. هبتدي بعد كده احسب نقطة هنا مهمة نسيت اقولها لحضراتكم. في الامام احنا زودنا 1 سنتي عن ربع محيط الوسط، يعني الامام عندنا كان عندنا 22 عملناه 23. في الخلف انا هعمله 22 زي ما هو، بس هو للاسف طلع معايا 23، بس انا هعلم برضه اعمله 22، تمام كده. يعني الخلفي بيبقى اصغر من الامامي بسنتي، يعني احنا مرحلين سنتي ورا. عندي هنا 23.5 وعندي هنا كام؟ 23.5 برضه، مش مشكله، تمام. على كل، نيجي بقى لخط الوسط، هنقيس كده العلامه دي، مش هنقيس بالبنس، يعني احنا الاول في الامام كنا عاملين حساب البنس اللي هي الجزئيه دي، لكن المقاس الحقيقي ربع دوران الوسط هي المسافه دي اللي هي كام معانا؟ اللي هي 19 سم. هاجي في خط الوسط وهقيس 19 سم واحط علامه. طيب هعمل بنسه في الظهر؟ هعمل بنسه في الظهر، بس اعملها 2 سم بس، اعملها 2 سم بس، تمام كده. ده بالنسبه لخط الوسط، انا عملت ربع المقاس، ربع دوران الوسط زائد 2 سم، زائد كام؟ 2 سم بالشكل ده كده، تمام كده. وهاجي لخط الهنش نفس المقاس اللي عندي هنا، من هنا لهنا كده طلع معايا 25.5، هقيس 25.5 وهحط علامه، تمام، وهبتدي اوصل الخطوط بتاعتي
شكلي ده كده. انا عملت الكيرف بتاع الهانش، هبتدي اوضح المعالم بتاعتي والخطوط بتاعتي، ابتدي اوضحها عشان حضراتكم بالشكل ده كده. بس في جزئيه صغيره هنا، ان انا اخف الدوران ده شويه كده عشان ما يبقاش نازل، لازم يجي الدوران كده، هي الجزئيه دي. تمام كده. طيب باقي عندي ايه في الظهر؟ باقي عندي الفنسه. بصوا يا جماعه، لو حطينا الخطوط دي على بعض كده، شايفين خدي خط الوسط، ادي خط الهانش، ادي الطول الكلي اللي انا عايزه. طب الفرق عندي في ايه؟ الفرق عندي هنا اهو، اهو في ال 2 سنتي فرق الامام عن الخلف، فرق الامام عن الخلف. تمام. ودي طبعا ليها فايده، مش كده وخلاص. نعمل البنسة ونرجع للي احنا بنتكلم فيه. الخلف احنا قلنا ربع محيط الوسط 19 زائد 2 سنتي. تمام، يبقى البنسة هاخدها 2 سنتي. بس هقيس المسافه دي كده ماشي، يعني انا عندي مثلا هنا 22 هقسمها على الاثنين هتبقى 11، هتبقى 11 سنتي، واحط علامه. تمام كده. واخر البنسة بيكون مع خط الجيرو ده او خط الصدر ده، خط الجيرو ده بيكون اخر البنسة من فوق. طيب لو المسافة كبيرة مثلا 16 سنتي او حاجة، بعمل البنسة 14. طبعا انا عشان عندي الطول قليل، فهي البنسة عندي 12 سنتي لحد الخط ده بالشكل كده. هحط نقطة ماشي، وهقيس سنتي يمين وسنتي شمال، وهوصل النقط بتاعتي لبعض. بالشكل ده كده. دي الخطوط بتاعتي الرئيسية. اهو. بالشكل ده كده. كده أنا عملت البنسة الخلفية. لو انا هقص الموديل من هنا، انا مش محتاج اعمل بنسة تحت، محتاج بس اصغر انقل خط الجنب ده كده بتاع الهانش لجوه 2 سنتي. لكن احنا هنعمل بنسة خلفية عادي مفيش مشكلة، وعلى فكرة ممكن نعملها حتى لو قصينا برضه مفيش مشكلة. نفس المقاس ده كده انا هاخده تحتي كده 12 سنتي برضه، وهمد الخط ده بتاع البنسة ده لحد تحت بالشكل ده كده. تمام. والسنتي ده هوصل البنسة بتاعتي بالشكل ده. بالشكل ده انا عملت البنسة في الجزء الخلفي. كده احنا قصينا الباترون الامامي والخلفي، وهنراجع بس مقاساتنا نشوف احنا شغالين صح او لا. ده خط الوسط اهو مع خط الهانش نفس المسافة، شايفين الفرق ده؟ بصوا الفرق ده اهو، ده سنتي فرق البنسة الأهمية 3 سنتي والخلفية 2 سنتي. نشوف بقى عايزين خط الجنب، نشوف المسافة دي فين. بصوا نهاية من البنسة كده 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 اهو، واحط دي مع دي، وراجع الكلام ده كده الاثنين قد بعض اهو. بس لما تنيت خط الجنب قد خط الجنب اهو بعد البنسة، وقلنا الفرق ده السنتي زيادة في الامام في البنسة عن الخلف. كده نبقى خلصنا الباترون الاساسي للصدر وللظهر، وعملنا البنس وعملنا الجيرو ونزول الكتف، وعرفنا ازاي ان احنا نحسب نزول الجيرو وازاي نحسب نزول الكتف وازاي نعمل بنسة الجنب والوسط والى اخره. قلنا الفرق بين الامامي والخلفي في طول خط الوسط، الامامي بيكون اكبر من الخلفي 2 سنتي. وقلنا الفرق بين الامامي والخلفي ان الجيرو الامامي
بيبقى نص عرض الكتف ناقص 1 سم او 2 سم لو عايز موديل ضيق، لكن الخلفي نزول الجيرو بيكون اكبر من الامامي 2 سم. وقلنا ان نزول الجيرو ده له اكتر من طريقه بنتحكم فيها او بيضطرنا نعملها، الموديل اللي نوع القماش الخامه يعني اللي هنستخدمها هي اللي بتقول احنا هننزل قد ايه او الجيرو بتاعنا هيكون عامل ازاي. لكن الباترون الاساسي ده ببنسه هو عباره عن موديل بيكون مجسم او على قد الجسم، فطبيعي ان الجيرو هيكون على قد الجسم. الفرق الثاني ما بين الخلف والامام ان البنسه الاماميه بتبقى 3 سم والخلفيه بتبقى 2 سم 2.5 باكبر تقدير، ممكن تقل ما اعتقدش انها تكبر اكتر من كده، لكن هو نفس خط الوسط اللي هو نفس خط الهانش. ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي هنقص فيه الكم وهنطبق الكلام ده باذن الله ونشوف ازاي نحسبه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.